أتمنى على الزملاء وعلى رئيس الاتحاد وعلى رئيس الرئيس الرباط النقيب الرباط بشكل خاص أن يتواصل مع الزملاء في النقابات العربية التي لم تحضر بسبب ما، وبديش أوضح الأسباب، وتوضح هدف هذا المكتب هو هدف للمصلحة العامة ومصلحة الاتحاد، ولا يوجد أي خلافات شخصية أو قرارات تمس أي شخص. خاصة أنا بدي أسمي النقابات يعني بشكل خاص، وأنا حكيتها بشكل يعني النقابات في تونس، النقابة الهيئة في تونس، الجزائر، نقابة الكويت، نقابة البحرين، يعني هاي أمور يجب أن نتواصل مع الزملاء ومع الإخوة كمان في الإمارات، حتى نشرح لهم الصورة بشكل واضح وموقف هذا المكتب وموقف النقباء والزملاء. هذا هو يعني ما أقترح، وشكرا. لابد أولا حقيقة وليس تملقا وليس اطراء من أن نسجل أكثر من إعجاب وتقدير واحترام للمسار ولما قامت به نقابة المحامين في مصر وعلى رأسها رئيس الاتحاد الأستاذ سامح للدخول إلى مسألة مسار لا بد من أن نتوافق، وأنا مع الرأي الذي قال من بعض الزملاء النقباء أن منطق الاتحاد، منطق المؤسسة في الاتحاد كمؤسسة كبرى على مستوى العالم العربي ولها تاريخها، أن يحكمها المنطق والقانون وقواعد العمل المؤسسي وأيضا التوافق. فهذا المسار قد يصلنا إلى نتائج وإلى وجود وإلى فعالية على أكثر من صعيد، سواء على المستوى الوطني أي الوطن العربي، أو على مستوى القضايا العامة، ولا سيما موضوع المستوى المهني. طبعا المناشدة والمطالبة في الشق المهني أمر ملح، وأنا أقول أن هذا المطلب ليس حديثا وليس مستجدا، إنما هو مطلب قد نقول أنه مطلب تاريخي. من هنا أعتقد في المكتب الدائم المزمع عقده في نقابة شقيقة في المغرب الرباط، هذا يجعلنا أن نفكر كأمانة عامة فيها مسؤولية أن تطرح موضوعات، أو العنوان يكون فعلا بشقه الأكبر، مش ما نقول أكثر، بشقه الأكبر أن يتناول موضوعات مشتركة مهنية على مستوى المحامين في العالم العربي. وهذا يعني هذا كل منا كنقيب محامين أو كأمين عام مساعد أو كعضو في الاتحاد عندما يعود إلى بلده أو إلى بيئته كمحامين يسأل أو يسأل ماذا فعلتم على مستوى مهنتنا. المطلب الثاني وهو مؤسسي أيضا وقد طرح سابقا وأنا أقترحه الآن لأن يكون مادة من المواد، لأنه بده تحضير، من المواد التي أو من بنود جدول الأعمال المكتب الدائم المقبل، هو موضوع النظام الأساسي، والذي طرح أكثر من مرة وغير مرة في تعديل بعض مواده، لا سيما أنه على الرغم من أنه قديم العهد لكن يحتاج تشريعيا وتطوير للعمل المؤسسات أن نطرح آفاقا جديدة من خلال تعديلات من شأنها أن تسهم في عمل الاتحاد تطويرا وحضورا وتحضيرا وأيضا في إطار الشق المهني. ما أود أن أقوله، هذا المكتب الدائم أنا كنت قديما أشارك
ولكن منذ ألا مر علينا 3 مكاتب أعتقد من باب الأنصاف هذا المكتب، مع أنه طارئ، يعني طارئ بيكون فيه ظروف طارئة تجعل الحالة الاندفاع أكثر، إنما كان من أكثر المكاتب معالجة وموضوعية ونقاشا وهدوءا وتقاربا وتقريبا ومقاربة. فهذا الموضوع حقيقة يسجل لرئيس الاتحاد ولكل زميلة وزميل الذين شاركوا بعقل وبغيرة وبرغبة وبحرص على هذه المؤسسة، الذي أعتقد جازما أن ليس هنا منا ولا والذي لم يستطع أن يحضر أيضا أنه يفرط في هذه المؤسسة، لأن التفريط فيها هو إساءة لأمانة ارتضيناها أن تأتي إلينا من جيل بعد جيل. من هنا أؤكد أن هذا النجاح، وفينا نوصفه بالناجح، ولو كان بعض الغصة هنا وهناك، لكن اجتماع طارئ بهذه السرعة على يوم واحد واليوم بموضوعات دقيقة وبموضوعات مؤسسية أعتقد، وهذا العقل الراجح الذي كان يسيطر على النقاشات وعلى المداولات تجعلنا أننا في أمل جديد وفي رؤية جديدة لأن نسير مسارا حديثا متطورا لمؤسستنا التي جميعا حريصون أو حرصاء عليها حتى تأخذ خطوات متقدمة. فمسألة الاقتراح ما بعرف، لكن بعتقد العمود الفكري للمؤسسة اليوم عنا قديش فينا نطور تشريعاتنا أو أنظمتنا على أكثر من صعيد، لا نتوقف عند نقطة هنا أو هناك بقدر ما نعطي أفقا ونعطي رؤية ونعطي تصور لبعد 10 سنين أو 20 سنة قديش هذه المؤسسة فيها يمكن تقدم لجيل المحامين على مستوى العالم العربي. بأكد على شكري، بأكد على تقديري أنا نعم أعتقد، يمكن كثير من الزملاء بيوافقوني، هذا المكتب كان ناجحا بنتائجه وبمساره وبمداخلاته وبأفكاره، فشكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الأستاذ القدير سامح عاشور رئيس الاتحاد وحده، الذي جسد بكل معنى كلمة ما هي أهمية الاتحاد ونقابات المحامين بشكل عام. شكرا له ولنقابة المحامين في مصر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم الرائع. وأتمنى من الأخوة، طبعا ما ننساش الأستاذ عبد الجواد الذي كان في استقبالنا في المطار وقام بدور رائع، وأتمنى من الأستاذ رئيس المكتب القادم في الرباط يعني أن يتكرم بعد تحديد الموعد، إذا اتفقنا على الموعد من 9 إلى 11، أن يتكرم بإبلاغ جميع النقابات مباشرة لكي لا يتعذر أحد بأنه لم يبلغ من الأمانة العامة، قد ربما يحدث شيء في المستقبل. لكن أتمنى أن يقوم كما قام الأخوة في الأردن بالتخاطب مع الجميع لكي يشارك الجميع، وشكرا. سيد نقيب هيئة المحامين بمصر رئيس الاتحاد، السادة النقباء، السادة الأمناء المساعدون، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له، أولا ضم صوتي إلى صوت مقترح زميلنا أن يكون عنوان المكتب الدائم أو شعار المكتب الدائم المقبل له علاقة فعلا بمهنة المحاماة. ما يعاب علينا من طرف القواعد بأن اتحاد المحامين العرب صحيح أنه يهتم بالقضايا القومية أكيد، ولكن آن الأوان أن نلتفت إلى بعض الاهتمامات التي تهم المحامين في كل أنحاء الوطن العربي. إذن هذه إشارة كما هو الحال عليه بالنسبة للاتحاد الدولي للمحامين
أنه يهتم بالشأن العام الدولي والحقوقي، ولكن أيضا مرة يهتم بالشأن المهني. إذن هذه إشارة لقواعدنا في الوطن العربي بأنه اتحاد المحامي العرب بالإضافة إلى اهتماماته القومية والحقوقية والقضايا العربية، يجب أيضا أن تكون هناك التفاتة إلى اهتمامات المحامين. إذن أضم صوتي إلى صوت الزميل وأن تختاروا العنوان الذي يليق بهذه الدورة. المسألة الثانية، أولا شرفني نقبائي في المغرب سواء حاضرين معكم أو الغائبين لأسباب قاهرة، أسباب مهنية والتزامات سابقة، أن نبلغكم تحيات المحامين المغاربة الممثلين في الاتحاد الدولي كلهم، وأن أشكر السيد الرئيس نقيب سامح عاشور بصفته أولا نقيب هيئة المحامين بمصر وبصفته أيضا رئيس الاتحاد. وبطبيعة الحال أشار زميلنا بأنه المغاربة حضروا، المغاربة حضروا لأسباب متعددة. أولا انخراطهم في الاتحاد في كل الاهتمامات التي تهم هذا الصرح العربي الوحيد مع الأسف الشديد الذي بقي يقوم بمهامه من غير المنظمات غير الحكومية وحتى في بعض الأحيان الحكومية العربية. إذن حضورنا أولا لنعبر عن تضامننا المطلق مع مهنة المحاماة ليس في السودان فقط ولكن في كل أنحاء الوطن العربي. ثانيا أنه فعلا أحسسنا أن هناك خلل ما فيما يتعلق باشتغال الاتحاد، تمنينا صادقين أن لا تكون هناك بطبيعة الحال أي قطيعة بين مكونات الاتحاد، ولكن تصحيح المسار ربما تكون هذه الانطلاقة لتصحيح هذا المسار بدون بطبيعة الحال أي إقصاء لأي كان. أيضا بطبيعة الحال الرئيس المقبل للدورة المقبلة إن شاء الله النقيب باريغو فيما يتعلق بالتأشيرة المسألة يعني بسيطة، ما دامت وزارة الخارجية على بعد أمتار فقط من مقر هيئة المحامين بالرباط، وبطبيعة الحال هذه لا تأخذ منا الوقت الكثير. ثانيا أنه ضرورة ملحة الاتصال بالنقابات العربية الأخرى التي لم تحضر، لا ندري لي ما هو السبب ولكن ربما تكون أسباب وقتية، لأنه الدعوة إلى عقد هذا اللقاء كان وقت قصير. ولا أخفيكم سرا إذا قلت لكم بأنه النقباء المغاربة الحاضرون كان ذلك على حساب أشغال مهمة جدا وربما التزامات مهنية قانونية، على اعتبار أن النقابات المغربية تعقد جمعيتين عموميتين في السنة، بمعنى آخر أنه هناك من أجل هذه اللقاءات القانونية المهنية للحضور إلى جانبكم. ولذلك فأنا أعتقد بأنه النجاح المأمول والرحلة أكيد كانت موفقة من حيث بطبيعة الحال توفير الظروف للوفود وخاصة الوفد المغربي. وبهذه المناسبة أعبر لكم السيد الرئيس عن تشكرات الوفد المغربي سواء الحاضرون كما قلت وكذلك المتغيبون لأسباب خارج عن إرادتهم، والسيدان الأمينان المساعدان لاتحاد المحامي العرب النقيب مكاوي وكذلك النقيب عبد الواحد الأنصاري. وإن شاء الله نلتقي في الرباط في لقاء يكون انطلاقة جديدة لشغل اتحاد المحامي العرب والاهتمام بالشأن المهني إلى جانب بطبيعة الحال الاهتمامات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الشأن المهني. وشكرا لكم.